بقى شاهدنا يا سيدي النسوان ما بينعطوا وش لانهم قوام بينجلقوا بميعوا ودائما بيفترضوا فيك الكذب والملعنه والغش ومن مجاميعه. وشو حكمتي انا مع النسوان؟ يلي ما بيطيعك طيعه. والله الحق معك تعمل هيك بالنسوان حتى تخلص من لسانهم الزفير. ايه عليم الله الهم لسان، لو لحس الصخر بينصهر. لا وان سلمتن سرك فضحوك، وان اعطيتهم مصروف البيت استسوحوك، وان طلبت الرحمه منهم تكوك مثل الخروف وذبحوك. والمشكله انهم بدوروا على نقطه ضعفك وبينشنوا عليها بالسهم، وعمرهم ما بيوقفوا بصفك. هالشي ما شفته منوب، اللهم بشي فيلم. وان قلت لهم مديون ومعسور بيقولوا لك الكذب على الاحياء ولا على الاموات، وان حسوا انك مقتدر وميسور فورا بمدوا ايدهم وبيقولوا هات. يا جماعه كلامكم ما في جنس الانصاف، يعني ممكن يكون في نسوان هيك بس انا اللي عرفتهم كلهم صراف. اسمعوا زبون العوافي شو عم يحكي لك. انت يا معروف بضله وتشتوش، وبس ترجع على البيت راح توقف قدام مرتك مثل الملطوش. سيدي كلامك مو صحيح. وليش بقى هيك؟ لانه النسوان للحياه زينه، بالظاهر واحدكم متجوز ريا والتاني اخذ سكينه. ولك يا معروف ليش اكتبعك انت؟ خلينا نفش قلبنا، بعدين اذا شفتنا عم نسبهم معناتها نحن منحبهم. هلا بترجاكم تقلبوا لنا هالحديث، لانه بصراحه بلش التخبيص، والشي اللي عم ينحكى بجوز يكون فيه تجني. بس انا هلا رح احكي لكم قصه صارت مع مني. قصتك مع مرتك؟ اي نعم. وما رح احكي قصتي هيك لمجرد قتل الوقت والمسخره، لا، بس حتى اكد لكم انه النسوان بيحبوا الزعبره، واذا ما لقوا حدا يكيدوه بيتخيلوا من عقلهم اللي بيريدوه. هات لشوف، سمعنا. انا يا خلاني على كبر خطر لي اتجوز وعرس، وما رضيت اتجوز على صغر حتى اكون اخذ خبره ومتمرس. طيب ليش هيك تاخرت بجوازي؟ يعني مو حلوه مرتك تستفقد لك عند العازه؟ اخي باختصار للتاخير في سبب، وحتى ما تاخذك الافكار ما فيني شي انعطب. كمل اخي راتب كمل، هذا روح قلبه يانجل. سبب تاخري بالجواز له حكمه، ومثل ما بتعرفوا انا بعد ما تخرجت تعينت قاضي شرعي، والنسوان فايته طالعه لعندي على المحكمه، ابتداء بالكنه وانتهاء بالحمايه. بس لا عينكن تشوف ولا اذنكن تسمع، والكنة عم تسب الحماية والحماية عم تسب الكنة، وكل يوم نفس الحكاية، وكل يوم عم اسمع فني. فقلت لحالي لما بدي اتجوز هيك بدي يصير فيني وبالوالدة، وشيت اني خلي مرتي تهينها الشغلة مو واردة لهالسبب بالذات. وحتى انصف الحماية والكنة واعرف الحق على مين قبل ما اخطب، خطرت ببالي فني ما بتخطر على بال الشياطين. وشو هالفنة بقى؟ وباعتباري معقد من قصص الكناين والحموات وخايف تصير هالدعكة بدقني، رأساً رحت لعند نجار عربي بالأنوات ورحب فيه الزلمة واستقبلني. السلام عليكم ابو زكي. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. نهارك مبارك بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم عليه. كيفك ابو زكي؟ وكيف السوق ماشي معك بهالايام؟ ماشي الحال الحمد لله، السوق لا قوي تشد ايدك. يا سيدي الله كريم. ايه روح الله يرزقنا ويرزقك. ايه ابو زكي؟ اللي بدي منك الخدمه وبتمنى تلبي لي اياها. امرني على عيني وراسي والله. بدي منك تفصل لي هيكل خشبي على شكل انسان، وبالحقيقه هذا هو طلبي، وبدفع لك شو ما كان. لا تأخذني أخي، ما فهمت عليك، شو بدك مني فصل لك؟ هيكل من خشب على شكل إنسان، قاعد على كرسي أو على سحارة أو على طراحة ما بتفرق. وشو الهدف سيد راتب؟ لأنه الطلب بيقرق. أخي أنا عادة بنشر البرغل والقمح على الأسطوح حتى ينشفوا، بس الحمام والعصافير ما عم يخلولي ولا حبة، وكل شي شافوه قدامهم لهفوه، يعني مونتي كلها عم تروح عالطير، فظاعة شلون بيحلالهم مال الغير. لا فهمت عليك، يعني جنابك بدك فزاعة الطيور. يعني في شي من هاد، بس وينك ابو زكي؟ ما بدي تساوي للهيكل ملامح ووش، يعني لا ترسم له لا انف ولا تم ولا رمش، وانا ببقى بلبسه على كيفي. يساوي الفزاعة على ايدك، الشغلة ما بدها خبرة نجار، انا بفيدك. لوحين خشب ودق لهم كم بسمار.
لك اخي العرباية ما بيسوق مين ما كان، لازم يسوق عربجي، لانه مو كل مين شحر وشه بينقل له صوب يجي. بسيطة سيد راتب، إذا هي هي القصة. طلبك مقضي إن شاء الله، ورح أسلمك الفزاعة بأقرب فرصة إذا الله رد. كله على التيسير أبو زكي. إي سيدي بستأذن. شو تستأذن؟ عود عود معي يلا نشرب لنا كاسة شاي قبل ما يقدم. هالمرة عفيني، مرة تانية إن شاء الله، مستعجل وعندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. ويا ترى هالطيور زعجينك فعلا؟ نحن ما مننشر البرغل على الاسطوح اصلا. لكان شو بدك بالفزاعة؟ جايكم بالحكي يا جماعة. وبعد كم يوم رحت على النجار، دفعت له مصاري واستلمت الهيكل، وحملته على ظهري بعز النهار وركضت فيه على البيت وانا عم اتشركل. ولما وصلت على البيت طالعته على العلية ولبسته لبس مرا على اساس هالحماية الخشبية هي امي، وهذا اللي جرى. وحطيته جنب الشباك وحملته بايده مسبحه. لك هلا شو اخرت هالعلاك؟ وشو لك في مصلحه؟ خليه يكمل يا محسن، ولا تخطف الكبايه من راس الماعون، وسمعنا شويه اذا ممكن، لا تقعد تزور مثل هارون. تفضل اخي تفضل. ومن بعد هالتصرف والتدبير بلشت اخطب لحالي، ومعلومكن البنات عم تغلي غلي مثل الدبابير، بس ما كانت وحده حلالي. وضليت هيك حتى اجتمعت ببنت حلوه كتير ونويت استر حالي. رح انزل بكره على السوق انا وبنتي تمينه، حاكم بدها صندوق لجهازها من مدينه، لانه معلومك بعد بكره الدخله ولازمها كوم تغرض. خش هي عندها اواعي مالهم علي، بس كلهم صاروا اعراض عليها لانه الضربانه نحفت على الخطبه، وبعد ما كانت سمنانه صارت لك نحيفه مثل اللعبه. انا يا مرت عمي ما بفهم شغلات الجهاز، ولو كانت بصحتها امي كانت نفعتكم، بس المسكينه على العكاز. صحيح ما سألتك، أمك رح تسكن عندك؟ إيه طبعاً أمي رح تسكن عندي، لأنه هي أصلاً مريضة ومتعودة تاخد الدواء من إيدي. ولها أوضة خصوصي؟ إيه نعم، مخصص لها أوضة بالعلية، فيها مطبخ وحمام ونولية، وروح قلبة تقعد جنب الشباك وعلى تسبيح من على بكرة العشية. شوفوا المسكينة ما لها سئلة بنوم، وما بتحب الطلعة والفوتة، وما بتقدر تحضر عرس ولا موتة، ولو كانت بتحضر عراس كان الأولى تقعد معكم مثل الناس. بس هي بالدنيا زاهدة وعلى صلاة وعبادة طول ما لا قاعدة. روحي يا أمي، إلهي ينفعني من رضاكي، لأني ما بسوى بذرة زيتونة لولاكي. يا حرام، طيب ما بتمل من قعدة الشباك؟ قصدي يعني ما بتنزل تتفتل بأرض الديار ولا يوم؟ يا تمينة، أمي شايفة الدنيا علاك، وروح قلبها العبادة والصوم والصلاة، وهالشي صار فيها بعد ما توفى الوالد، وصار شعارة من يومها ما في شي بهالدنيا خالد. وشو بتقلي المسكينة؟ ما بدي شي منك يا ابني، خليني عيش بسكينة وانت ومرتك بعدوا عني. يعني باختصار بهالكم يوم ما رح تشوفيها، وما رح يشوفها انسان، لانه ماسكة ختمة بايدها وبدها توفيها قبل ما يجي رمضان. روحي يا امي، إلهي يعطيكي حسب نيتك ولا يحرمني من الرضا شيتك، ويدخلني الجنة بمعيتك. قولوا آمين. آمين. صباحية مباركة يا عروس، شايفك عم تشطفي، ما حلك لسه. ايه والله ما فيني حيل احمل دبوس، والله يسامح يلي حارمتني انسى. يا الله. لوين طالع؟ رايح لعند امي اعطيها دواها، وبوس ايدها مثل العاده واطلب رضاها. مو قلت لي كل شيء جاهز عندها، ليش ما بتاخذ دواها لحالها؟ هي بتاخده لو بدها، بس ما بدي تغضب علي وتحمل وبالها. قال بعد الام احفير وطم يا مقصر، والله لا اشرب ميه رجليها، هيك عم فكر. إنه ما بتتعب مرت عمي من هالقعدة؟ ما بينكسر ظهرها؟ بيجوز ساندته بالمخدة، هي هيك طول عمرها. طيب خليها تنزل لعنا شوي وتتساهل، ولا نحنا مو من قيمتها؟ يعني مو حلوة صباحية دخلتنا تتجاهل، والأم بتفرح لابنها ولي على كسرتها. إيه بس لا تنسي إنه هي عاجزة وما بتقدر تتحرك كتير، يعني إذا بتعطش بتقول والله مالي فازة، وشو ما يصير يصير. إيه
الله يعافي لك اياها ويشفيها ولا يؤذينا ولا يؤذيها. ومرق يوم صباحية العرس وتميني عم تسايرني وكل ما بمدح أمي بتنفر وتقريبا بتزورني، وكنت انقل الهيكل الخشبي بالليل ساعة حطه من هالطرف وساعة من هالطرف. وليش بقى؟ لأني سمعت مرتي عم تقول إيه والله لو بقعد مثل هيك قعدة كان ظهري انقرف، بقى دفعا للشكوك كنت غير القعدة. ساعة خليها تنحني شي تقرفص شي ترتكي على المخدة، وبعد يومين اتنين يا مرحومين الوالدين رجعت الظهر من شغلي وركضت تمينة تأهلي وتسهلي. تمينة؟ يا تمينة؟ أهلين وسهلين ابن عمي، وين كنت لهلا؟ طولك الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، كنت بالمدينة. جبت لي معك الكنافة؟ إيه طبعاً جبتها، أنت طلباتك أوامر، تفضلي. راتب؟ ها؟ شو هذا اللي حامله بيدك تانية؟ هدول؟ راس بعجوة. يسلموا إيديك، مع إني ما بحبها للعجوة. هدول مو إلي، لأمي. قولي الكنافة لقيت أوام، بس العجوة ما لقيت بنوب، وضليت افتل ساعتين بعز الشوب هيك حتى لقيتها. عفوا حبيبتي، يعني الكنافة تتاكل إذا بردت، بس العجوة إذا بردت بتيبس. للحق وصلن لأمي قبل ما يبردوا. مرحبا يا مو. جبت لك قراص بعجوة يا مو. تفضلي، ان شاء الله مجاري الهنا. كمان وحده يا مو، كمان وحده. صحة وهنا حبيبتي. شو؟ وين حماتي؟ عطيت الدواء تبع قبل الأكل وعم تتوضى. شلون قضيتي نهاري؟ سكوت يا راتب. اليوم طلعت دقيت الباب على مرت عمي وفتحت لي. فتحت لي؟ ايه فتحت لي. بس أمي نادرة ندر ما تفتح لحدا غيري. فتحت لي وأهلت وسهلت فيني وحبتني كتير. أما شو هالأمي اللي عندك؟ بتسوى تقلى، طيوبة ودرويشة وقلبها من الله. إيه فعلاً هيك أمي، قلبها لالله. بس بتعرفي كنت خايف ما تفتح ليك. لا يو، فتحت لي. الله يسمعنا الأخبار الطيبة. معقول؟ معقول الحكي؟ مثل ما عم قلك. المهم وحتى ما كتر الشرح والتفصيل بالموضوع، مضى على هالحالة أسبوع ودائماً كنت الابن الأصيل وعم قوم بواجب أمي المريضة المفترضة، بس لما وصلت لهالمواصيل أخذت مرتي دور المعترضة. إن شاء الله صحة يا مو، إن شاء الله صحة. شو عم اعمل يعني؟ عم اعطيها الدواء مثل العاده. بعدين يا تمينه، الام لها غضب ورضا ولازم تتدلى. ها؟ يعني المرأة ما لها غضب ورضا؟ ما سمعت بهالشيء.
يمكن الزوج يكون له رضا وغضب على مرته، بس العكس ما بعتقد اني سمعت بهالشي لحد هالتاريخ. ليش خير؟ شو اللي زعجك مني؟ يلي زعجتني منك قعداتك الطويلة مع امك وهمالك الي. انا قعداتي طويلة مع امي؟ لك انا يا دوب عم اقعد معها خمس دقايق بالنهار. بقى هدول اللي زعجوكي واعتبرتيني عم اهملك فيهم؟ ايه نعم، هدول اللي زعجوني. وليش بقى؟ لاني بدي اقعد راسي لراسك وبس. يا ستي يسلم راسك. لسا كل ما بنقعد لحالنا بتتناول الخانم وبتعمل لي حالة شاردة بملكوت الله وعم تسبح. هس هس يا دمينة، لك مو مزبوطة هلا بتسمعك. يا سيدي وتسمعني، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ أنا بعمري ما شفت رجال بخاف من أمه قدم منك. مو مسألة خوف، بس أنا بحسب الحساب. اروح بقى يا بلا حساب بلا بطيخ، قال حساب قال. بعدين تعال قل لي، أمي ما لها سئلة وما عم تتدخل بحياتنا. أنت مين قال لك إنه ما عم تتدخل بحياتنا؟ ليش أنت بتكون معنا بنهار؟ ليش عم تتدخل؟ طبعاً، ما كل يوم بتعمل لي فنطي شكل، وأنا ما عم حب أحكي من أكابريتي، ومنشان ما أزعجك، لكن ليش أنا منرفزة؟ وشو عملت بقى؟ شو عملت؟ عملت العمايل. تفضلي انزلي يا خانم، انزلي وقولي له شو عم تعملي فيني كل يوم، وحاجة بقى تعملي حالك تقية ودينة. لا، واللي بجننك أكتر إنه بتعمل حالة ما لها سمعانة، قاعدة فوق عم تطلع بمنتهى الاحتقار والازدراء، إنه شو هالإمم يلي تحت؟ ومنين طلعت لي هالبلعوصة؟ يا تمينة، يا تمينة اهدي وفهميني شو عملت لك حتى أعرف أتصرف. شو عملت لي؟ فتحت الشباك الخانم وبلشت تعطيني أوامر على ليش ما شطفتي وليش ما كنستي وليش ما سقيتي الزريعة وليش تأخرتي بالنومة وليش بعتي لابني بلا فطور، مع أنه هذا اليوم الوحيد اللي أنا ببعتك فيه بلا فطور. بقى شو دخل فيني هي؟ شو دخلها؟ ايه وشو قلتي لأنتي؟ شو بدي إلا يعني؟ أنا بنت أكابر أذني نظيفة ولساني حلو وما بعرف أحكي كلام كبير. قلت لها الله يسامحك يا مرت عمي. قالت لي عم تدبب إن شاء الله، وعم تردي بوشي كمان، وسبتني وسبت أهلي وسبت أمي. شو بدي أحكي لك لحتى أحكي لها؟ قال شو؟ أنتي خطفتي لي ابني من حضني. قلت لها أنا ما خطفت حدا، ابنك كمان خطفني من حضن أمي. وهي سمعت لك هالكلمة وما شفت لك إياها إلا سناولت حجر وضربتني فيه على راسي، ولولا لطف الله كنت رحت فيها. أنا هيك كنت رحت فيها. ضربتك بالحجر؟ ومنلا الحجر بنص الأوضة. منيح اللي ما ضربتك بالمقلاع. هلا لا تتمسخر أنت الثاني. طيب أنا مالي قعدت لك بهالبيت ولا لحظة بعد هلا، ولا شوف يا أنا يا هي بهالبيت، وشوف أنت الحل اللي بيريحك. أنا مالي فاضي كل شوي والثانية للأخذ والعطا ودبلان القلب. وهي الحجر رح أخذه معي لحتى يشوفوا أهلي كيف أمك الحنونة بدها تخلص مني. ايه وبعدين؟ وبعدين يا سيدي راحت المخلوقة لعند بيت أهلها فعلا وحردت ألعن حردة، واشتكت على فصول أمي طبعا، وأنا لحقتها لهنيك حتى أسعى بالردة. عم قلك يا أمي المخلوقة مشرانية كتير، والله والله لو كان في عندها بير كانت دفشتني على البير. لا وفوق كل هالشي شلفتني بالحجر. تقولوا أنا عايشة مع زطية من الغجر؟ يعني لو كان الحجر بيحكي من تمه كان نطق، وإذا متت وسألتوها لأمه بتقول قتلتها بالخطأ. طولي بالك يا تمينة، كل شيء له حل. أنا ما بحب شوفك حزينة، يبعت لحمة وداء السل. العمى على القصة، يعني ما بتعرف إنك عروس وشهر العسل ما صار له جمعة؟ إي والله الحية بسبع روس، لأنكم عرسان بتخبي روسها السبعة. إي قسما بالله العظيم لو كان معي موس لكنت قتلتلك هالأفعى. لا تزبدنك ابو تمينه، او انا بقى انت الثاني. إيه بس بنتي هالمسكينه مهمومه وعم تعاني. صباح الخير مرت عمي. ريتك تاكل همي. ليش هيك عم تحكي معي؟ إن شلون بتسمح يشتغل الصريخ ببيتك وامك تهين بنتي وتضربها؟ إيه ما بقى لك شويه على السيخ وطلبتها بشريط الكهرباء. ارجوكي مرت عمي لا تضوجي وطولي بالك علي شوي ولا تتاخدي بالعي. فوت فوت يلا يلا.
السلام عليكم. قبل السلام والكلام، ليش مفلت امك على بنتي؟ اه شوف حالة المسكينة يا حرام، بهالاسبوع صارت اكبر من ستي. ولا يهمك يا عمي، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. والحقيقة انا جاي اعتذر عن امي، والعائل هو اللي بيسامح وبيصفح وبترجاكم. مهما كبرت القصة خلوا للصلح مطرح. هلأ جاي تلحس عنا بكلمتين؟ إذا بتريد يا راتب خليني عم بحترمك. ها شوف وش البنت شلون صار عرض إصبعتين، وكله من ظلم أمك. من ظلم أمي؟ أي طبعاً، لأنه البنت عم يجع راسها من صريخ ونقار، بس ما تصورت أنه يوصل الأمر مع أمك للضرب بالحجار. لا وقال شو؟ راتب أفندي بيشتغل قاضي. طيب شو كنت بتعمل لو كنت عواضي؟ والله ما بعرف، مو شغلتي. طيب أنا رح أقول لك شو رح أعمل. شو رح تعمل؟ القاضي عادة بيسمع الطرفين، مزبوط؟ مزبوط. وبياخد بالاعتبار شكوى الخصمين، صحيح؟ صحيح. وبنتكن جانب وأمي جانب. إيه وشو المعنى؟ يعني كمان لازم نسمع أمراتي. بقى تفضلوا معي إذا بتريدوا. لوين بدنا نتفضل؟ لعند أمي. يو بدك يعني روح لعند الخصم؟ إن شاء الله ما يبلى هالفهم. هلأ أنتي ما بدك تريحي بالك من هالقصة وتخلصي من هالجرسة؟ طبعا. طيب خلونا نستغل الفرصة ونروح نشوف الحق على مين. وأنا ما عندي مانع، وخلينا نشوف عن حالها كيف بدها تدافع. شرف تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. اسمحولي. مساء الخير امي. ليك المنظومه، ليك حتى على ابنها ما عم ترد. معلوم ما بترد لانه امي ما بتحب الصد والرد. ردي امي. لك امي شو بنا احكي لك؟ ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لك ليش هيك عم تنعرها وتضربها؟ لك الظاهر ناوي تكسب غضبها. ليش التمثال له رضا وغضب؟ كلهم كان بسمار مدقوقين على لوح خشب. تفضلوا شوفوا، هاي حمات بنتكم المصونه، شوفوا بعينكم. من شان الله ابن عمي لا تاخذني، روح جيب امك لحتى على راسي. كل اللي صار غصب عني، واذا كنت انا ظالمه لا تكون انت قاسي. حلو كثير حلو. تفضلوا معي. شرف تفضلي امي. السلام عليكم يا جماعه. مرت عمي عنا. اهلين وسهلين مرت عمي، لكريتك تسلمي لقلبي، حكالي راتب عنك كثير وماني مصدق امتى اشوفك. يا عميد اهلين وسهلين ومرحبتين، الصدر الك والعتبه الي. انت على الراس والعين، وشو ما بدك قولي لي الي، واعتبريني من هلا مثل بنتك وامريني امر ولا تخجلي، وانا باذن الله معهدك اني اكون معدله، واذا لقيتيني خنتك انزلي فيني بهدله. شو يا؟ شايفك شاري خريطة؟ ايه وشو المانع يعني؟ ليش لحتى ما اشتري؟ بخاف شو رح تستفيد منها؟ اخي بصراحة بلا خريطة ما رح اعرف امشي ولا خطوة واحدة، مثل الحج الغشيم، أما بالخريطة بعرف حالي منين بدي روح، منين بدي أرجع، منين بدي فوت، منين بدي أطلع، بعدين بخفف أسئلة على الناس، لهالسبب رح أروح على البيت وأفرض هالخريطة قدام مني وبحلق بهالعالم، ونقي البلد اللي بيعجبني. هلا خلينا بالمهم وقلي. شو يعني؟ شو بدي اقول لك؟
انت لما رحت على السفاره الامريكيه شو قالوا لك لما رفضوا يعطوك الفيزا؟ القنصل قال لي اي ام سوري وطجل لي ختم مع عدم الموافقه على الباسبور، قال لي اهلي مع السلامه. ايه معهم حق، انا لو كنت محل القنصل كنت رفضتك. ليش لحتى ترفضني؟ شايفني اجدب ولا ريالتي شاطه يعني؟ مو هيك، بس يعني مو هيئتك هيئه غني ليعطوك فيزا سياحيه؟ ما اختلفنا، بس انا ورجيتهم دفتر العائله انه في عندي ولدين، معقوله اتركهم واهرب؟ برزت لهم رصيد من البنك، دفتر شيكات يعني، انه في عندي مصاري ما راح اعيش عليكم عالي. قدمت لهم اوراق بتثبت انه في عندي بيت سياح نياح باحلى شوارع بالشام، وسياره موديل التسعينات، شو بدهم اكثر من هيك يعني؟ اوف، ومن لك كل هالشيء؟ بنعرفك اندبوري ما حيلتك تضيف الخبز، منين اجاك كل هالخيرات؟ هلا شو بدك بهالسؤال؟ فهمني. قل لي بصراحه نديم، مين طلع لك الاوراق؟ مو ضروري اقول لك، المهم الاوراق طلعت وصلى الله وبارك. انت امتى قدمت اوراق؟ ايام القنصل القديم، بس هلا غيروا للقنصل، هيك سمعت. طالما هيك القصة فنعرف تماما شو السبب. شلون عرف السبب يعني؟ خلي هاني يحكي لك شو صار معه وبتعرف شو القصة. ليش بتعرف هاني السبب؟ ولو، لكن ما بعرف. هات لشوف احكي لنا. هذا يا سيدي بيوم من الايام فكرت بالهجرة على امريكا. بس ما قدمت رأي على الهجرة. وضليت فكر 6 شهور. قلت يا ولد ليش لتروح هيك على العمياني؟ لا، لازم تروح ورصاصك صايب. قمت بلشت لف على مكاتب الطيران وسماسرة الفيزا والعرب اللي عم يشتغلوا بالسفارات هيك، لحتى شميت لك ريحة قوية ما في مجال للشك فيها أبدا. شو هاني؟ شو عم تقول ريحة؟ ريحة شو؟ يا سيدي دريت إنه لازم قرشي، وأنا لله وللتاريخ حاولت قرشي، ها بس للأسف ما زبطت معي. طيب أسعاد، أنت وقت قدمت ورقك على أساس طالب ورفضوا، إيه ما قالوا لك إذا بتحسن تقدم السنة الجاي؟ ما قالوا لي. إيه طبعا ما راح يقولوا لك، لأنه شكلك هذا شكل طالب، هذا الشكل نجار سبكري طالب. ما شاء الله حولك أنت، لكن هذا الشكل ناتو شكل عريس يعني؟ لك صحيح ذكرتني. عماد شو صار معك من شان الخطابة؟ وشو هاي الخطابة كمان؟ خطابة لمين؟ ها ها يا سيدي، ضيعت جده لعماد أهل كلهم بأمريكا متجنسين ومقيمين من أيام وسنين، وبالصيف بيجوا بصيفوا هني وبناتهم هون. بقى عماد أفندي اتفق مع الخطابة إذا بتجوزوا وحدة من هالبنات بيعطيها 100,000 ليرة. لك شو بنا عماد؟ احكي له احكي له لنديم. قال يا كحلة من تمك أحلى. احكي له احكي له، ما بيعرف شي نديم. لك احكي له. تكرم عينك، راح احكي له، بس بشرط ما حدا يسألني عن اسمه. بس السؤال اللي بيعن على بالي دائما، ليش امك ما بتقوم بهالمهمه؟ لانه هدول الناس مو من ضيعتنا، هدول من ضيعه جدي ابو امي، يعني فيك تقول لحشه حجر من ضيعتنا. بعدين امي مو خرجه الفوتات، فمشان هيك انا استعنت بالخطابه. المهم انا في الي رفيق هنيك اسمه عبود، كنا انا وياه بالمدرسه، وقتها قدمنا بكالوريا سوا ورسبنا. كنت كل ما اروح لعنده يقول لي لك شو ما بتفهم انت؟ وليش ما بفهم بقى؟ عم قلك أبوها عنده 50 محل بلوس أنجلوس. يا سيدي إذا ما كانوا 50 قول 10 محلات بس. هذا كله غير الفيلا والسيارات والكازية اللي بيملكها، بقى شو بدك أحسن من هيك؟ لا وشو قاعدين عم نعمل نحن هون؟ طول النهار شوفت عينك على متة وشاي وغبرة وقلة واجب. ما في قدامنا إلا شنهقة حمير وجعير بقر وكل يوم على تنظيف زرايب وعلف دواب ورعي معز، بينما صاحبنا أبو سطيف راكب سيارته هالكاديلاك وعم يسرح ويمرح فيها بشوارع أمريكا. مين أبو سطيف؟ ولك أبو سطيف اللي أخذ البنت المجنسة، ما عرفته؟ ولك شبك هذا اللي كان معنا بالصف. أبو سطيف أبو سطيف. ولك مصطفى برغش اللي كان يقعد جنب الشباك، شبك؟ ايه 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 تذكرته. هلا هذا اللي أخده؟ إيه هذا طلطميس ما بيعرف يحكي ولا كلمة ولا كان يحفظ ولا درس. أي شو مفكر لكان؟ الناس مخباية بتيابة ويا ما تحت السواهي دواهي. الله وكيلك، كان يلبد بمطرحه لا من تمه ولا من كمه، بس من تحت لتحت عم يحسبها ويفكر هيك لحتى نال مراده وشاف يوم السعد. هو لقلك صحيح الغربة كربة، بس أبوه عنده 50 محل بلوس أنجلوس، يعني شي بيغطي شي. طيب اترك مصطفى برغش على جنب، انت بتعرفه لابو زكريا ولا ما بتعرفه؟ ابو زكريا؟ مين ابو زكريا؟
البويجي تبع الضيعة، الله وكيلك كل ما سمع بعيلة اجت من امريكا لحتى تصيف بالضيعة، بيحمل صندوق البوي على ظهره وبدق هالباب وبيبلش بقى بتلميع كنادرون. صدقني ما ضلت مرة بالضيعة الا وعرف مقاس رجلها. ايه وشو قصته؟ قصته انه تجوز وحدة عمرها 65 سنة. يعني غنية مع مصاري كتير؟ لا ابدا، لا مع مصاري ولا شيء، ايد من ورا وايد من قدام. معناته اكيد مع جواز سفر امريكي. طبعا، لكان لشو اخذها؟ اخ شو بدي اقول لك، ولك حتى الفران ابو معروف راح، بياع الصبارة ابو محمود سن السمك راح، حتى عزة الحرامي كمان راح. عزة الحرامي؟ ايه عزة الحرامي. وشلون راح لامريكا؟ ولو دبرته ام نوري. مين ام نوري؟ ام نوري الخطابة ما غيرها. خوش هلا ما عادت قبلت الا بميات الالوف، بس بيني وبينك بتضل ارخص من غيرها، لانه حق الفيزا بالشام بيطلع شي نص مليون. طب ليش انت ما دبرت حالك معه؟ انا ماني مضطر لام نوري، لانه اختي هنيك وبعتت لي ورق لم الشمل، يعني بسنتين زمان بكون هنيك بدون ما ادفع لام نوري وبدون ما اتجوز. طيب عبود بتحسن انت تدبرني مع ام نوري؟ مو انا اللي بدبرك معه، المصاري هي اللي بتدبرك. وقديش بدها هي ترى؟ 100,000. اوف، طب بركي اخذتهم وضحكت علي وما تم المشروع. هاي شغله بسيطه، بتحط المصاري عند شخص ثالث ما بيعطيها اياهم لحتى تجوزك. قديش تاخذ وقت المساله؟ انت وحظك، بجوز بكره يصير النصيب، بجوز بعد سنه والله اعلم، يعني حسب التيسير والاسم والنصيب. طيب وينك عماد؟ ام نوري في عندها بنت جاهزه وعمرها 19 سنه، بس بيقولوا في الى علها. وشو هالعلة بقى؟ وشها مو حلو بنوب، بتاخدها؟ يا سيدي باخدها. وقصيرة شوي وبتلبس كعب طويل، بتاخدها؟ لك ايه باخدها. هو إذا اجيت للحق، البنت عاقلة كتير وفهمانة، وأبوها ميت، وعايشة مع أمها وستة أم أمها، ومربينا تربية شرقية قاسية، وألف مين بيتمناها. بس وينك عماد؟ بيقولوا نحيفة كتير وأرفع من خيط العنكبوت، بقى شو قلت؟ بتاخدها؟ لك ايه باخدها. وبيقولوا في شك بعينها، يعني حولها، بتاخدها؟ لك باخدها، والله إذا كانت ميتة بدي آخدها. معك مصاري؟ لا، بس بدي بيع الأرض الجوانية اللي ناحية المقبرة. هي اللي بجنب البغارة؟ يا عين عليك بذاتها. طيب بس هيك بتعلق مع أبوك؟ طب شو بدي ساوي؟ في حل تاني؟ المهم هلأ، قلي، هلأ هي تقبلني؟ مين ها؟ هي العورة اللي حكيت عنها. لك مو عورة، بيقولوا عنا حولة. الحولة تقبلني؟ ما بعرف، شغلي اسمي ونصيب. شوف عماد، مثل ما فهمتك أنا بتعمل، يعني لا تقعد هيك ساكت مثل الزلحفة، وبنفس الوقت لا تبربر كتير مثل الببغاء. خوش شايفتك حكيك قليل كتير، بس هذا الشي ما بيفيدك عماده. اوعك ها بقى احكيه، خود وعطي، خود راحتك على الآخر، لا تخاف. يعني مثلا إذا سألوك أنت آخذ البكالوريا قل لهم إيه لازم، مشان يعرفوا أنك أنت متعلم. شو ما سألوك جاوبهم مشان يعرفوا أنك أنت متكلم. صحيح أنت آخذ البكالوريا؟ طيب مو مشكلة، قل لهم أنك آخذها. بتعرف تحكي إنجليزي؟ طيب ماشي الحال، قل لهم أنك بتعرفها. مثل ما قلت لك عماد، هي زيارة تعارف بينك وبين أهلك، بتبقى بعدين بتجيب أمك وأبوك. بتعرف تسوق سيارة؟ لا والله. كمان ما بتعرف؟ أي خرب بيتك شو بتعرف لك؟ ولي لا تكون ما بتعرف تتجوز كمان. لا نوري مو لهالدرجة. ماشي الحال، إلا إنك بتعرف تسوق سيارة ها؟ ما بظن إن الجماعة يعملوا لك فحص السواقة هلا. عماد مثل ما قلت لك الله يرضى عليك، لا تبقى جامد، خود وعطي شو ما كان. شوفي عندك قصص وسيارة احكيها، شوفي عندك قد وسيارة احكيه، لأنه هدول الجماعة عايشين بأمريكا، يعني ما عندهم عقد. انت فهمان ولا بدك يعني عيد وقفتي؟ فهمان اموري، خلاص فهمت. واذا ضيفوك لا تاكل كتير، واذا شربوك لا تغبغب. شوف عماد، اذا لقيتهم قاعدين على الارض اوعك، ثم اوعك تقعد على الكرسي. بس اذا لقيتهم قاعدين على الكراسي اوعك تقعد على الاراضي. في مثل بيقلك اذا الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، هذا بعد عنه مالك علاقة فيه منوب منوب، لأنه هدول الجماعة بيحبوا الفرفشة والدردشة. شو عماده؟ فهمان علي؟ فهمان منوري، خلص فهمان. وإذا حكوا بالإنجليزي بين بعضهم لا تعمل حالك فهمان عليهم؟
أشو أنا رايح على الفحص؟ علي جيرة ركبي من هلأ صارت عم ترقص رقص. إيه أصعب من الفحص ها؟ لأنه هذا فحص العمر. ولك عماد، البنت اللي بدك تاخدها رح تضل إلك ولقلابك طول الدهر شبنا. صحيح عمادو، بكرة بس تصير بأميركا شو رح تبعت لي؟ عماد، ولك شبك ركبك ده السكتة من هلأ شبك؟ آه خلص يلي بقدر عليه بنوري ولا يهمك. والله يا عماد، وهي بكسر الهاء، إذا صارت هالشغلة وتجوزت هالبنت المجنسة رح تطير للسما بجناحين مو على عصاية مكنسي، وصدقني رح تنفتح لك بواب السما على طول كأنك أنت ماسك بين إيديك ريموت كنترول. طيب سؤال منوري. إيه شو علي تفضل. هلأ إذا هاي البنت ما زبطت في تحت إيدي غيرها؟ بلا في، بس هاي البنت سوء حامي. هلأ سوء حامي؟ إيه، لأنه هي بصراحة طلبت من أهلها ابن حلال. هلأ أنت مانك ابن حلال؟ إلك أنا ابن كلب طبعا ابن حلال. لا أيو محشوم سلامتك. بتعرف يا عماد، أنا وقت اللي حكالي عنك عبود قلت لحالي هذا ابن أصول، عرفتك وعرفت أمك وأبوك وتشجعت كتير كتير، وقلت بدي ساعدك. بعرف أكيد أمك متقنة ومرتبة، وأكيد لهالسبب إذا إجت لعندكن عبلة على البيت رح تشوف البيت نظيف كتير ورح تلاقي. مين هي عبلة؟ أمها لرشواني. هي؟ مين هي رشواني؟ لك رشواني العروس. لك شبك الطرمخط، يعني أنا لوين أخذتك بالله؟ بس عبود قال لي إنه اسمه رشا. آه إيه صحيح، أهلها بدلعوها رشواني. على كلن هي رشواني عمرها 19 سنة وانت عمرك 30، يعني العمر مناسب لابقين لبعضكن تمام. عماد مثل ما فهمتك هي زيارة بس للتعارف، بقى لازم تكون قد حالك، البنت قارحة مثل ما قلت لك، وبالزيارة الثانية ان شاء الله بيصير تعارف وان شاء الله بنقرأ الفاتحة. لك يلا شبك واقف. هلأ ما قلت لي ليش انت حابب تسافر على امريكا؟ الحقيقة انا بحب السفر، والسفر بالنسبة لي حلم وتحصيل معرفة وعلم، وانا بطبعي بحب السينما، والسفر بالنسبة إلي كأني عم بحضر فيلم. هلأ أنت ليش حابب تسافر على أمريكا؟ تسلمي لي يا أم عبلة، في أحلى من السفر؟ بعدين أنت قلي لي، في حدا ببلادنا هون ما بيحب السفر؟ هو صحيح يعني بلادنا مثل بلاد هون، بس عماد لما شافها لرورو حبها كتير، جن فيها، طار عقله فيها وحب يسافر معها إن شاء الله تروح على بلاد الواق الواق. بعدين الأستاذ عماد ابن أصل وأكابر وأهله أوادم كتير كتير أوادم. عرفتي أهله أم عبلة؟ ما لهون، على كل حال إحنا كسبنا شوفتكم. كل سبيب وجوز عماد، ويا ترى شو بتشتغل يا عماد؟ أنا ما بشتغل شي، قصدي بشتغل كل شي، يعني بالتجارة اشتغلت، بالدهان اشتغلت، مكنسيان اشتغلت، لك حتى أستاذ مدرسة اشتغلت، كنت الأولاد علمهم حساب وعلوم وقراءة ولغات. طيب شو هي الشغلة اللي بتتقنها أكتر من غيرها؟ دهان، قصدي التجارة، التجارة والدهان. طيب بتحكي إنجليزي؟ هلا ما بحكي، قصدي بحكي بس مو دائما. شلون يعني مو دائما؟ يعني بس بالليل، قديه الساعة هلا؟ عماد بس يمزح بيتلبك. قصدي عماد بس يتلبك بيمزح، بس يا عيني على أهله. أما شو أهل عنده؟ شو رايقين وشو طيبين، ولك شو إنهم أولاد حلال. أيوة يعني شو بتشتغل بالتجارة؟ عدم المؤاخذة يعني شو بتبيع؟ بيع كل شيء، بيع زيت، بيع زعتر، بيع جبنة، بيع مراوح، مسجلات، كل شيء شو ما بدك. يعني شلون بتبيعون؟ يعني شلون بتبيعون؟ بجيبهم من الشام وببيعون، يعني في ناس بيوصوني عليهم وبقوم انا بجيبهم وباخذ كوميسيون. يا عيني شو رح تفيدنا هالشغله بامريكا؟ قال زيت وزعتر. قال طيب قديش بتوصل دخلك؟ يعني فيك تقولي 10,000. ها ايوه، وقديش بتوفر من هون؟ 7,000. طيب قديش في معك مصاري هلا؟ 100,000. قديش عمرك؟ 30 سنة. قديش طولك؟ 170 سنتي. قديش وزنك؟ خلص بقى شو عم تستطيقي للرجال؟ هي رورو بتحب تمزح كتير. واهم شي يا ست عبلة انه سمعت الاستاذ عماد بالضيعة عم بتفوح، مسكوا عبر شامينا لهون الريحة. ايه وعدم المواخذة بيني وبينك، يعني الرجال ما بينعب ولا بينقاس لا بوزن ولا بطول. قلتك كان ناقصنا التوضيح حتى نعرف.
باي، نايس تو سي يو. عفوا ما فهمت، شو قالي؟ عم تقول ما بدها، يعني ما في نصيب. بهالسرعة؟ اللي استمح له المقعد يسخن تحتها. اسمه ونصيب يا أم نوري، اسمه ونصيب. هلأ مرشواني مع جواز أميركي؟ بتعرفي شو كنت عم قول يا ست عبلة؟ تفضلي. كنت عم اقول لحالي وربي يشهد علي، اي والله عماد كبير على رورو، مو هيك ام رشواني؟ لا وخصوصي بامريكا، لانه طبعا نحن العرب معروف كتير، يعني واحد عمره 60 سنه ممكن ياخذ بنت عمرها 20 سنه، بس بامريكا مو وارده منو بمنو. عماد عمره هلا 35 سنه ورورو تقبر قلبي ما عمره 19 سنه، كبير عليها. شو هالحكي؟ يعني هي فرفوره وهو شنتير. يو إيه قبل شوي كان عمره 30. ايه صحيح بالهوية، بس اما عمره الحقيقي 35 سنة. عماد بده وحدة عمره 37، يعني للأربعين ما في مانع. ليش؟ حتى تناسبه وبتفهم عليه. اما احلى قاعد عم يربي بنات صغار. كله اسمه ونصيب يا ابن نوري. ما بقلك لا، فعلا كله اسمه ونصيب على عيني وراسي. بس عماد مناسب، ولا تواخذيني بهالكلمة، لوحدة من جيلي، يعني ناضجة وفهماني وخمير، مو لبنت صغيرة يعني ما بتفهم الخمير من الفطي. ايوه هلأ فهمت عليكي. هلأ أنت ليش حابب تسافر على أمريكا؟ بصراحة يا خالتي، أنا وقت كنت صغير كنت هيك لما أسمع صوت صفير للترين من بعيد من ورا بساتين الضيعة، كنت أقول لحالي لابد إنه يجي يوم وياخدني هالترين. لوين؟ ما بعرف. من شو هربان؟ ما بعرف. وليش متعلق بالسفر؟ ما بعرف. بس هيك بجوز كنت مغامر، كان في عندي روح المغامرة، كنت بحب اكتشف المجهول. طيب يا سيدي، وحققنا الحلم وسافرنا بهالترين اللي عم تقول عنه ووصلنا لأمريكا، بقى شو مفكر الأمريكان رح يعملوا فيك؟ ما بعرف شو بدهم يعملوا فيني. رح يحطوك ورا مكنة ورح تصيروا مكنتين، في غير هيك يعني؟ ايه بجوز ام رشواني بجوز، بس قليلة وقت بتنفتح قدامك ابواب الحضارة، قليلة انك عايشة مع ناس ما بتكذب، قليلة تشوفي حالك هيك عايشة مع ناس راقيين ومعهم مصاري، قليلة الطبيعة اللي بتجنن وهالانهار والجبال والشجر والخضرة اللي بنص المدن، لك قليلة ناطحات السحاب، ناطحات السحاب والعمارات والحدائق، ويعني شو بدي اقول لك، حدث ولا حرج. يعني بالمختصر رح تحسي انه الحضارة كلها بين ايديكي. ليش مفكر حالك؟ رح تشوف كل هاللي ذكرته؟ اي الله وكيلك، انا قديش الي هنيك ما شفت شي من اللي عم تقوله. شو هالحكي ست عبلة؟ معقولة؟ طبعا، لانه هالشي كله بده مصاري وبده فراغ. بعدين ان شاء الله مفكر حالك رح تختلط بالامريكان، صدقني رح تلاقي حالك عايش بين الجالية العربية يلي انت هربت منها، اللهم إذا رضيوا يحكوا معك. وليش لحتى ما يحكوا معي؟ شو حرف صائت أنا؟ لا بس هن كلياتهم بيكونوا مدبرين أمورهم ومزبطين أحوالهم، مو فاضيين يحكوا مع واحد فقير وكحيان مثل حكايتك. إيه لكن شلون بيقولوا أمريكا بلد الحرية؟ إيه صحيح صحيح اللي عم تقوله كله مزبوط، بس ما ممكن يتحقق إذا ما بصير معك مصاري، ولا يمكن يصير معك مصاري إذا ما بتقعد ورا المكنة يوم ورا يوم وسنة ورا سنة لحتى ما تعود تفرق حالك عنها. طيب وشو المانع؟ يعني بصير حياة بدون كفاح؟ بس الكفاح رح يحولك لآلة. شي يعني معقول ما يكون في أمل؟ في أمل، هذا بتوقف على ذكائك وحسب نوعية شغلك. أنت ما قلت لي حضرتك شو دارس؟ أنا ما أخذ غير بكالوريا، بس أنا كنت أعطي دروس لكل أولاد الضيعة. دروس شو؟ يعني علوم وعربي. عربي؟ يعني مثل شو عربي؟ شلون يعني مثلاً لقليك هلا سألتي الخيلة يا ابنة مالك؟ كول زبيبوشوس. نيال اللي بدها تاخد عماد، فعلا نيالة يا ست عبلة، فهمان كتير. وشو بتفيد هالقصايد اللي عم تعلمها للولاد بأمريكا؟ ولا شي. هلا كل شي لازم نوزنه حسب الربح والخسارة يا ست عبلة. طبعا، لكن ليش مالك عطى عبلة لعنترة؟ هيك لا الله،
ولا طلب منه 1000 ناقة من نوق العصافير. شو قصديك؟ قصدي بأمريكا ما رح تستفيد شي من هالشعر تبعك، بعدين عبلة بدها ما يعادل حق 1000 ناقة من نوق العصافير. يمكن السيد عماد بيحب القهوة حلوة مثلك ام نوري، ما هيك؟ مع جواز أميركي؟ هلأ أنت ما قلت لي ليش حابب تسافر على أميركا؟ يعني بفهم من كلامك إنه ما قدمت طلب على الفيزا ولا مرة لحد هلأ؟ ولا مرة. وليش بقى ما عم تقدم؟ وليش لحتى أعذب حالي وقدم ووقف بالدور من الساعة 5 الصباح؟ إن بيني رح يرفضوني. يعني شو مفكر تعمل؟ عم فكر ارجع اتجوز 6، ما في غير الحل قدامي. اسمعي ماب، احسن شيء نسافر على المكسيك ومن هنيك نزمو على امريكا، شو رايكم؟ لا وانت الصادق منفوت من بولونيا على المانيا، هيك افضل. ليش فكرك الفوتي على بولونيا سهله؟ ايه سهل كثير، انا بعرف واحد صاحبي راح هيك. هذا زمان اول، وزمان اول تحول، هلا غير شكل، بولونيا ايامها كانت بلد شيوعيه، هلا تغيرت. ليكو تاني يعني فكرك الفيزا على المكسيك اسهل؟ اصلا سفاره مكسيكيه ما عندنا هون. شوفوا شباب، شوفوا الطريق، صحيح غريب شوي بس الفوتي بندخل من هون على روسيا بعدين على فنلندا، يعني الفيزا على روسيا اسهل. لا وحياتك مو صحيح الحكي، الحدود مسيطر عليها من ايام التشدد السوفيتي. ايه معقوله لك ندي؟ هي مناطق كلها جليد، ليك رح نوصل على القطب الشمالي. عليم الله اما طل لي قلبي، صار لي 3 سنين داير من محل لمحل، لا شغله ولا عمله. ليش انا الثاني شو رحت عملت؟ بعت السجاده والتلفزيون والتخت وما بقي عندي غير هالفرشه اللي عم نام عليها على الارض. ولك ولك انا مستعد ادفع كل شيء بقيان من حق البيت تبعي للي بينقلني من هون لنيويورك. وانا مستعد اتجوز اي مره شرط يكون مع الجنسيه الامريكيه، يعني قد ما كان عمرها شلون ما كان شكلها ان شاء الله تكون قرده صفراء عفريته زرقاء، المهم اخلص من اللي انا فيه. هات راس أرجيلي يا ولد. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين أبو شاكر. أهلين وسهلين بهالعين الحلوة. يا أهلين. شو سامعكم عم تحكوا عن أمريكا ما أمريكا؟ إيه والله. عندك مانع شي؟ لا والله. يعني يلي بروح لأمريكا بروح لهنيك بلاقي شغل؟ لكن حبيبي لكن تغرب ففي الأسفار 5 فوائدي. وشو هنن بقى؟ شو بعرفني، هذا اللي حافظه. تفريج وهمين واكتساب وفضائلي. طيب ليش ما بتروحوا انتو؟ احسن ما تبلطوهم بالقهوة. ليك امريكا قاعدين انتو لا شغلة بلا عملة. وليش ما بتروح حضرتك؟ ليك السفارة قدامك بأبو رباني. عم تمزح يعني؟ عم يمزح مشتغل فينا يعني. بروح يعني شو الشغلة؟ بروح ليش لحتى ما اروح؟ يلا السلام عليكم. الله معك. الله معك ابو شاكر. شو داعي لك؟ ليدانك قبل ما تقابل القنصل ها؟ وشنشل حالك بالذهب وحط كولونيا ابو شاكر. جالسي حط كلمة جالسي. لك هيا بشاكي. مرحبا شباب. اهلا 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 شاكي. الله يعافيك يا ربي. الله يعافيك. شو بلاقيك شاري شنطة جديدة؟ ايه والله اشتريتها هلا من سوق الخجر لانه شنطتي القديمة انهريت ما عادت تخرج يعني، وبخاف تنفتح يا بالطيارة يا بمطار امريكا. ليش ناوي تروح امريكا؟ ايه والله هيك نويت من كم يوم انا. شو هالحكي؟ ايه مو لتاخذ الفيزا بالاول؟ اخذتها. شو اللي اخذتها؟ الفيزا. منين اخذتها؟ هلا بدك تضحك علينا، انت اخذت الفيزا. ليش اضحك عليكم؟ تفضل هات لشو ليك. لفتهنزا كمان. لك هي والله، لك هي الفيزا على امريكا. وكيف اخذتها هي؟ اخذتها. مو انت قلت لي سفاره بابو رماني؟ بقى انا لا قدمت شهادات مزوره ولا جوزت حرميه ستي ولا بعت بيتي ولا لي طالع هريبه، قدمت على الفيزا الاسبوع الماضي واليوم طلعت بالموافقه. بقى امانه امانه بدكم شيء من امريكا شباب؟ امانه ها. باي باي، سي يو ليتر ماي فريند.
I am a taxi driver in Calcutta. I am a taxi driver in Africa. Strangers of the night. Strangers of the night.